اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى للفقره اللي قلت حضراتكم عليها مع شباب النادي الاهلي وشباب مصر الواعدين ان شاء الله يكون ليه مستقبل كبير، مستقبل واعد. لعيبه كانوا موجودين مع منتخب القاهره في بطوله طوكيو وقدروا ان هم يحصدوا الميداليه البرونزيه بعد طبعا سلسله مباريات قويه جدا. بطوله كانت فيها 17 دوله. منتخب مصر او منتخب القاهره كان فيه اربع لعيبه من النادي الاهلي اللي هم موجودين معايا حاليا. قبل بس ما ارحب بيهم اشرح لحضراتكم البطوله. لعبوا اول مباراه امام فريق مياجي كسبوا 1-0، والمباراه الثانيه امام طوكيو تعادلوا 0-0، والمباراه الثالثه امام منتخب باريس او المنتخب الفرنسي كسبوا 1-0، واخيرا مباراه الصين اللي انتهت 5-0. ودي مباراه نتكلم عنها عشان المباراه كانت منتخب مصر كان محتاج يفوز بخمس اهداف علشان كان في تساوي في عدد الاهداف مع منتخب اليابان او فريق طوكيو، وهنتكلم بقى معاهم ونشوف كل حاجه ونشوف الفرق في الاجواء ونتكلم على مستقبلهم مع الاهلي ان شاء الله ونعرفهم لحضراتكم ونشوف اكيد بعض الاهداف وبعض الفيديوهات من بطوله طوكيو الخاصه بنجومنا اللي موجودين معنا. نرحب طبعا بالشباب الصغير والنجوم الواعده، واول ضيف موجود معايا هو يوسف عفيف. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام الحمد لله. احمد ايمن ازيك؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام؟ طيب فارس ازيك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ يوسف جمال الحمد لله كله تمام؟ تمام. اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. مشدودين ليه كده؟ مفيش حاجه، احنا زي ما اتفقنا كده يعني عايزين نتكلم ويعني ونقربكم للجمهور اكتر ونتكلم معاكم اكتر. ف يعني كل واحد هيتكلم معايا ويقول لي بقى في الاول يعني كل واحد مركزه ايه. انت يوسف بقى مركزك ايه في الملعب؟ ايه اكتر يعني بلاي ميكر؟ ده احسن ملعب، احسن مركز تلعب فيه؟ انا حاليا بلعب في الاهلي بلاي ميكر، في المنتخب بلعب بلاي ميكر. ما جربتش تلعب حاجه تانية؟ لا هو انا يعني كنت بلعب كتير، كنت بلعب هاف كتير ساعات في سنين قبل ما ابتدي العب بلاي ميكر كنت بلعب سترايكر كده يعني لعبت مراكز كتير، واول بدايتي كنت بلعب باك يمين اصلا. طيب احمد انت بتلعب ايه؟ باك ليفت. باك ليفت. مين من اللعيبه اللي دايما يعني مثلك الاعلى في النادي الاهلي في باك ليفت؟ كابتن علي معلول. علي معلول ها؟ طيب اوروبيا بتحب مين؟ مارسيلو. مارسيلو؟ مش روبرتسون بتاع ليفربول؟ لا مارسيلو. طيب ماشي. طيب فارس تلعب ايه قول لي؟ هاف ديفندر. هاف ديفندر. يعني انت بتحب المركز ده ولا انت حد وظفك فيه؟ لا هو انا بحبه، انا اللي اخترته. بتحب مين من اللعيبه في الاهلي؟ بركات. بركات؟ بس بركات مش هاف ديفندر. عادي. طب حسام عاشور تشوفه انت لعبه قريب منه ولا مين من اللعيبه اللي ممكن؟ لا هو لعبه قريب من صالح جمعه عبد الله السعيد كده. طيب نروح ليوسف جمال قول لي. بلعب باك رايت. باك رايت. سامع ان انت احمد فتحي كبير قوي. تحب احمد فتحي؟ طبعا بس الاعلى. تلعب باك رايت بس؟ لا بلعب باك رايت والكابتن ممكن لعبني باك ليفت مدافع حسب ما الكابتن بيوظفني لازم اعدي. تلعب يمين وشمال ولا يمين بس؟ بعرف العب بالشمال وبعرف العب باليمين. صعب جدا تلعب الاثنين ده على فكره، فعشان كده انت هتكون لعيب غالي شويه لما تكبر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عايز اتكلم معاكم في الاول على البطوله بقى وتقولوا لي يعني عملتوا ايه؟ السفر كان اخباره ايه؟ انا عارف ان دايما يعني انتوا شباب صغير لما تاخدوا التجربه بدري وان انتوا تلعبوا في يعني بلد زي اليابان وتروحوا اجواء مختلفه واكيد بقى ساعه بيولوجيه وتسافروا لوحدكم من غير اهلكم وملعب غير الملعب وجو غير الجو ولعيبه غير اللعيبه. يوسف عايز اعرف منك السفر بقى نفسه ومنتخب القاهره واستعديته ازاي وازاي لما سافرتوا بقى اليابان الواقع اللي شفتوه وفرق ساعات النوم كل ده عملتوا فيه ايه؟ اتصرفتوا فيه ازاي؟ هناك كانت اجواء مختلفه تماما يعني. طبعا. يعني حتى عشان نظبط النوم كان الفرق ما بين مصر واليابان تقريبا 7 ساعات. فاحنا رايحين بالطياره الكابتن قال لنا عشان نظبط نومنا هناك هننام، يعني الطياره كانت 10 ساعات تقريبا. هننام 5 ساعات والخمس ساعات الباقي دي لازم نفضل صاحيين عشان نعرف نظبط الساعه بتاعت النوم بتاعتنا. طبعا هناك هم اصلا بيسموه كوكب اليابان. طبعا. فهناك نظام غير طبيعي وغير طبعا الملاعب تحفه يعني. طب مين فيكم بيخاف من الطيران؟ مين فيكم كان خايف الطياره طالعه بيه؟ كلكم قلبكم جامد. لا ما كانش حد خايف؟ لا حد شفت على التاني؟ لا. طيب قول لي بقى يا احمد الملاعب، يعني يوسف قال الملاعب حاجه تحفه وكوكب اليابان وفي امكانيات ممكن ما تكونش موجوده في مصر، لكن ايه الحاجات اللي لفتت انتباهك قوي كنت دايما مركز فيها ان هي مختلفه عن مصر؟ يعني الملاعب كانت كويسه قوي، كانت تحفه وكانت جميله وكان شوارعها كويسه وشوارع اليابان كويسه. النظام مختلف عن مصر؟ النظام مختلف عن مصر. وعرفت تظبط نومك وعرفت تتاقلم مع الجو والاكل والشرب ولا؟ ايوه كان تجربه كويسه. لا ما كانش عندي مشاكل عادي. خالص؟ لا. طيب فارس عايز اسالك وتقول لي بقى الـ يعني الفرق اللي موجوده
اكيد انت طبعا موجود في نادي الاهلي بتلعب بطولات مناطق سواء بقى قطاعات او جمهوريه، فاللعيبه المصريه بيكون يعني الاحتكاك معاهم عادي جدا، بيكون بالنسبه لك لعيبه مصريه زيك، لكن اللعيبه المختلفه الاجانب شفتهم عاملين ازاي؟ هل هم لعيبه فعلا اللعيبه المصريين احسن منهم لو ركزوا، ولا فعلا هم عندهم شويه حاجات بتكون بسيطه بس بيفرقوا بيها عننا؟ لا هو احنا فعلا في السن الصغير احنا متفوقين عليهم جدا، سلام. بس بعد كده لما بنيجي نكبر الجو او المناخ نفسه هو اللي بيخلينا هم يتفوقوا عننا، هم بيبقوا مركزين في حاجه احنا كذا حاجه فبنتلخبط شويه، فبنبدا مستوانا يقل وهم مستواهم يعلى فبيفرقوا عننا، لكن مستويات هناك احنا كنا احسن بكتير، كل الفرق خايفه مننا اصلا. يعني انت شايف ان اللعيب المصري وهو صغير بيكون احسن من اللعيبه الاجانب، لكن لما بيكبر بيكون في بعض الفروقات البسيطه ما بيننا وما بينهم. طيب لو قلت لك يوسف يعني انت شايف ايه الحاجات اللي ممكن لو اللعيب المصري يركز فيها يتفوق على اللعيب الاجنبي؟ ايه الحاجات اللي ممكن لو احنا كمصريين ركزنا فيها ناشئين نبقى احسن من اللعيبه الاجانب، وممكن نشوف بدل واحد محمد صلاح 20 محمد صلاح؟ ركز في الكوره، ايوه، ونقرب من ربنا اهم حاجه، نركز في كورتنا احنا، تمام، بنلعب ونركز مع المدربين يعني كلام المدربين زي ما بيقولوا لنا بننفذ، المدرب بيقول لك بلعب في كذا مركز العب، وما الفرق يعني ايه ان هم برضو يعني بيشغلوا دماغهم كويس وبيعرف يلعبوا عن يعني في فرق ان هنا وهناك بس. طيب هل انتوا شايفين ان يعني ان الكوره بره وان اللعيبه بره ممكن يكون حته الدراسه شويه او حته ان هم بيعرفوا يوازنوا ما بين الدراسه وبين الكوره، ما فيش حاجه جايه على الثانيه، وان هم هناك يعني في دعم يعني هم بيشجعوهم على الكوره، هل ده ممكن بيحصل في الفترة الأخيرة ولا ممكن حد يكون عنده مشكلة شوية فإن الدراسة بتبقى متعارضة مع الكورة ومفيش دعم شوية من الناس اللي موجودة حواليك، ولا إيه الأخبار يا يوسف؟ هل مثلا باباك مامتك دايما بيشجعوك على الاثنين، ولا دايما بتبقى في حاجة أنت عايز يعني حاجة على حاجة، الدراسة على الكورة أو الكورة على الدراسة؟ طب هما الاثنين طبعا مهمين جدا، تمام، ومشكلة دايما هنا في مصر دايما بيبقى مواعيد التمارين والماتشات وكده بيبقى في وقت الدراسة، فده بيبقى صعب جدا ان انت توافق ما بين الدراسة والكورة، بس طبعا لازم تمشي في الاثنين مهمين عشان مستقبلنا. انت عامل ايه في الدراسة احكي لي؟ انت عارف؟ لا تمام. عندك امتحانات دلوقتي ولا لا؟ هو انا امتحاناتي كانت المفروض وقت السفر، بس طبعا اجلتها عشان وقت السفر يعني. طيب ولما اجلتها هل المدرسة كانت يعني ساعدتك وكان في تعاون ما بينهم ولا تربيتوا دماغهم خلاص؟ المنطقة ادتنا جواب عشان ندي للمدرسة، والمدرسة وافقت طبعا لان دي حاجة بتشرف مصر طبعا يعني. اكيد. احنا بنشرف مصر والنادي الاهلي ويعني المفروض برضو يعني نركز في الامتحانات اللي جاية بعد كده. عشان دي هتفرق معانا طبعا في النجاح. طيب احمد انت نفس القصه برضو، المدرسه كانت يعني امتحاناتك الدنيا كانت كويسه ولا ايه اخبارك ومستواك في الدراسه؟ ما بتذاكرش ولا شكلك ما بتذاكرش؟ لا بتذاكر. انت عارف الدراسه دايما بتكون حاجه مهمه جدا للعيب الكوره، مع يعني الدراسه ولعيب الكوره بيكون في ثقافه لعيب الكوره في الملعب دايما، ويكون يعني بيعرف يتفاهم مع مدربه اكتر، ويكون في تعاون ما بينه وبين زمايله، اكيد انت عارف حاجات زي كده. طب دراستك ماشي فيها كويس؟ عملت في امتحاناتك؟ برضه كان امتحاناتي كانت وقت السفر، ف الكابتن ايمن حسان واللجنه الفنيه بتاعه المنتخب ادونا قرار وزاري على طول كده، محدش يهزر اللي يقول لك لا قول خد قرار وزاري اهو. قرار وزاري وقال لنا طلب تاجيل، فتاجلنا الامتحانات وان شاء الله في شهر 7 هنمتحن. مين اللي سماك مارادونا؟ واحد. عارف ازاي؟ سميت مارادونا. انت بتحب مارادونا ولا هم سموك مارادونا؟ لا انا بحب مارادونا. بس انت ما شفتوش، ازاي بتحب لعيب انت ما شفتوش ولا بتشوفه بقى على الفيديوهات؟ شفته في الفيديوهات. طب لو قلت لك ميسي، تحب ميسي ولا مارادونا؟ لا مارادونا. مارادونا مش عارف اقنعه. طيب فارس اخبارك ايه في الدراسه؟ قول لي عشان انا ماشي. اكيد هسالكم كلكم على مستواكم الدراسي، لان الدراسه شيء مهم جدا عشان الناس تتفرج عليها دلوقتي تكون عارفه ان اولاد النادي الاهلي بيهتموا بالدراسه وبالكوره، والاثنين دول هم مهمين جدا. النادي الاهلي نفسه اكيد بيكون داعم ليكم، واكيد طبعا المنطقه والمنتخب زي ما يوسف قال ان هي حاجه بتشرف مصر، وبالتالي المدرسه مش هتاخر لكم اي امتحانات خالص. فالدراسه عامل فيها ايه؟ هي طبعا الدراسه والكره لازم نوفق بينهم، بس احنا غصب عننا بيبقى يعني مركزين في الكره اكتر سنه، بس طبعا النادي بيحاول يوفر لنا كل حاجه، يعني بيحاولوا حتى مواعيد التمارين تبقى بعد الدراسه وكده عشان نقدر نوفق بين الاثنين. بس انت اللي قلت لي لو اللعيب المصري ركز في شويه حاجات هيبقى احسن من يعني احسن من اللعيبه المحترفه، فعشان كده بقول لك هم ممكن يكونوا متفوقين علينا في الحته الدراسيه، الحته العلميه ممكن فعلا يكونوا متفوقين علينا في العلم شويه، فدي بتفرق معاهم.
يعني انت شايف يا يوسف ان اللعيبه اللي ممكن مثلا ايه، انا يعني هقول لك على مثال كده، اللعيبه اللي هم التوانسه والجزائر والمغاربه بيتكلموا لغه فرنسيه مثلا، فدي اللي بتساعدهم شويه لما بيروحوا يحترفوا بره. هل انت شايف ان دي حاجه مهمه ان لعيب الكوره يهتم بدراسته علشان يبقى عنده لغه تقدر تساعده لما يحترف بره، بدل ما يروح يتعلم ويبقى مش عارف مدربه بيتكلم معاه يقول ايه ولا زمايله؟ طبعا دي بيبقى لغه تواصل بينه وبين المدرب بتاعه، هو المدرب بيفهمه، ممكن بيشرح تكتيك معين او شغل مع المدرب هو يفهمه بسرعه، بدل اللعيب اللي هو مش فاهم او اللي هو يعني مش متعلم فمش فاهم اللغه بتاعه المدرب فبيروح مبقاش فاهم، او التاقلم بتاعه بيبقى بطيء مع المدرب. في مدرب، في لعيب بيبقى فاهم فبيتاقلم بسرعه مع التكتيك بتاع المدرب بتاعه. وهناك كذلك العكس، ان اللعيب اللي مش فاهم بيبقى بطيء، فالمدرب عاوز اللعيب الجاهز، عاوز اللعيب اللي فاهمه وعاوز اللي يشتغل معاه. دي بقى تعليم مهمه جدا. صح. طيب انا عايز بقى اسالكوا سؤال وكل واحد هيجاوب، يعني انا هسالكوا على البطوله وتقول لي كده المشوار، منتخب وبطوله كانت صعبه طبعا، لكن نجحتوا توصلوا المركز الثالث الميداليه البرونزيه. يوسف انا عايز اعرف تقول لي كده رايك في البطوله ورايك في مستوى الفرقه اللي كانت موجوده معاك، وبعد كده اخش معاك في الماتشات اللي انتوا لعبتوها، لكن البطوله بشكل عام واللعيبه اللي في المنتخبات كانت عامله ازاي او ممكن تقيمها لي ازاي؟ طبعا هو كل الفرق كانت قويه، يعني ما فيش فرقه ضعيفه، وكلنا دايما في كل ماتش كنا بننزل رجاله، يعني كنا بننزل. بصوا واحنا بنتكلم اهو في جون، عارف يوسف مين اللي جاب الجون ده؟ عفيفي. ده يا جماعه مباراه مصر والصين واللي خلصت 5-0، المباراه دي منتخب مصر كان محتاج يفوز 5 اهداف علشان يتاهل على طول دور قبل النهائي، فالمباراه لو كانت انتهت 4-0 كان المنتخب هيبقى فيه قرعه ونشوف مين اللي يصعد، منتخب طوكيو ولا منتخب مصر. لكن عفيفي او يوسف عفيفي زي ما هم بيقولوه هنا في الاستوديو معانا، نجح انه يجيب هدف مصر الخامس علشان مصر تتاهل على طول لدور قبل النهائي علشان تلاعب منتخب الارجنتين ومنتخب بوكا جونيورز اللي هنتكلم عليه في مرحله بعد كده. لكن كمل كلامك عشان ما اقطعكش. طبعا تاني الفرق كلها قويه، كنا بننزل رجاله، بس طبعا هناك الاجواء كانت مختلفه تماما. الماتش نفسه كان بيبقى ممتع رغم ان هو مثلا بيبقى ماتش مثلا مش سهل، بس بيبقى ممتع. كلنا كنا بنلعب، كنا بنهاجم وبندافع، وكنا كلنا رجاله يعني. طب وقفه محمد صلاح ده لحقتوا تاخدوه وترجموه على طول؟ انا كنت عامل حسابي يعني ان شاء الله لو جبت جون كنت هعمل. اشمعنى دي؟ حركه جديده؟ عارف معناها ولا لا؟ يعني فرعون مصري يعني. لا ما هو فرعون مصر، في ناس، بص في ناس قالت لك فرعون مصر، وفي ناس قالت ان هي ليها علاقه بان هو بيقول للناس ان انا عندي سلام نفسي عشان في الوقت كانوا هجموه. فهو في كتير ترجمه، لكن محمد صلاح اكيد طبعا يعني اي حاجه بتعملها بتبقى ترند طبعا. طيب قول لي رايك في البطوله بقى، وقلت الملاعب، الملعب كان حلو قوي بتاع المباراه اللي احنا شفناها بتاعت منتخب الصين، هل انت شايف ان الملاعب كانت مشكله ولا انت كنت متعود على ده من خلال وجودك مع النادي الاهلي وملاعب قريبه شويه للملاعب الموجوده بره؟ كانت الملاعب بتاعت النادي الاهلي قريبه من الملاعب اللي هي بتاعت اوروبا. اتفرجوا على نفسكم، واحنا بنتكلم اتفرجوا على نفسكم وانتوا نازلين في ماتشات اهو، بنبص الجمهور مالي الملعب ازاي. الجمهور مالي الجمهور كان موجود ورا الناحيه الثانيه كان مليان. طيب كمل لي بقى يا احمد، قول لي الملاعب كانت فيه مشكله، يعني الملعب انتوا دايما متعودين ان انتوا الملاعب ممكن شويه يكون فيها الملعب ناشف شويه، ملعب ممكن يكون فيه حفر، بتكلم على الملاعب بتاعه الفرق المنافسين، لكن الملعب ده سجاده. الملعب كان جميل قوي. شفته انت بقى قلت ايه ده، ايه الملعب الحلو ده، الملعب بقى بتاع ماتشات اوروبا بقى. طيب كان بيساعدك ان انت تادي كويس؟ كان بيساعدنا كلنا ان احنا نادي كويس. ولا كان في بقى زحلقه وكان في ميه وكان في؟ لا ما كانش في زحلقه ولا كان ميه. عرفت يعني تتعامل في ملعب كويس. النجيله قوي كانت كويسه. ايه اصعب ماتش لعبته؟ اصعب ماتش لعبته كان ماتش بوكا جونيور. ماتش بوكا جونيور ما عرفناش نفوز، انا عارف ان هم يعني كتر خيركم عملتوا مجهود، لكن ده كان اصعب ماتش بالنسبه لي. ايوه. طيب فارس لو قلت لك البطوله برضو رايك فيها ايه، ومنتخب القاهره ان شاء الله يعني انتوا عملتوا يعني حاجه مشرفه اكيد، لكن هل انتوا ممكن بعد كده تحققوا البطوله نقدر ناخد مركز فيها؟ ان شاء الله. هو قبل كده برضو منتخب القاهره يعني السن الاكبر مننا كان اخذها كذا مره، هي بطوله جميله ويعني احنا بنقول عليها كاس عالم مصغر طبعا، فهي الاحتكاك نفسه كان كويس جدا لينا احنا بالنسبه لنا، يعني ان احنا نحتك مع ناس احسن يعني اقوى مننا في الجسم والكلام ده، كان في ناس هناك طبعا كبيره فما كانتش معانا مشكله قوي. يعني سنهم ولا يعني السن والجسم؟ لا انا عارف ان هم كان سنهم ولا كان في شويه لعب كده؟ لا يعني كان في لعب فرق معينه. ماشي انتوا كنتوا عارفين الكلام ده يعني. كان في لعيبه. طب كان في منتخبات ايه اللعيبه اللي كان اجسامها؟ بالميرس تقريبا كان كلهم. بتاع باريس كلهم. فيروت. بس انتوا المخ، هم العضلات بس انتوا المخ. انتوا المصريين احنا تفوقنا عليهم كل حاجه. لعيب الكوره ما لكمش حل يعني. انا متاكد ان لعيب الكوره ما لكمش حل، انا متاكد. طيب قول لي يا يوسف اصعب ماتش انت بالنسبه لك كان ايه؟ هو ماتش بوكا جونيورز برضه.
طب انتوا ليه كلكم، هل انتوا متفقين كلكم على ان بوكا جونيورز كان اصعب ماتش؟ نعم. طب اصعب ماتش عشان خسرته ولا اصعب ماتش عشان فعلا فريق كان قوي؟ هو فريق كويس وعنده لعبه كويسه برضو، ان احنا يعني احنا اجتهدنا وتعبنا قوي في الماتش ده، والماتش ده كان يعني احنا روحنا بهجمات وروحنا بهجمات عليهم وكنا كويسين، بس هما برضو كان فرق اللي هما فرق الفكر وفرق اللي هما لعيبه كويسه وبيلعبوا كوره كويسه، وفرق برضو عندهم فرق الاجسام كبير، برضو عندهم كذا لعيب كبير واجسام يعني، فهو ده اصعب ماتش كان بالنسبه لي. ماتش لو اتكلمت على ماتش الصين، ماتش اللي خلص 5-0، يوسف انتوا نازلين الماتش عارفين ان منتخب طوكيو كسبان او متقدم عليكم باربع اهداف او اربع تجوان، فانتوا كنتوا لازم تكسبوا 5. عايز اعرف بقى من كل واحد فيكم احساسه قبل الماتش، وازاي الكابتن علاء عبده اتكلم معاكم، المدير الفني اتكلم معاكم ازاي، وانتوا كان عندكم كده جواكم ايمان ويقين كده ان انتوا هتنزلوا هتكسبوا هتصعدوا الدور قبل النهائي. انت يوسف احكي لي ايه اللي ازاي كابتن علاء اتكلم معاكم وازاي اتعامل معاكم، وانتوا ازاي نزلتوا وكنتوا مقررين ان انتوا ان شاء الله هتكسبوا 5. احنا قبل المباراه كابتن علاء حفزنا تحفيز غير طبيعي يعني. حلو، قال لكم ايه بقى؟ ما انا عايز اعرف الحاجات الصغيره دي عشان اعرف برضه ازاي بيحفزكم. حاجات يعني بيحفزنا يعني الكلام بقى، شدوا حيلكم بنلعب باسم مصر، بنلعب باسم منتخب القاهره. حتى احنا قبل الماتش حتى صلينا ركعتين عشان ربنا يوفقنا. غير طبعا التحفيز غير طبيعي للكابتن علاء حفزه لنا. لما نزلنا الماتش احنا مش في دماغنا غير 5-0، يعني احنا نازلين نكسب 5-0. حتى كده ان احنا في اول الماتش جبنا تقريبا 3 اجوان يعني. فكنا داخلين اللي هو احنا داخلين نجيب 5 اجوان. ماتش ليفربول وبرشلونه ريمونتادا اللي هو لازم. طب كنتوا عاملين سيناريو للماتش ولا احمد اللي انتوا كنتوا من اول دقيقه انتوا عايزين تحسموا المباراه على طول؟ كنا عايزين نحسم المباراه على طول. الكابتن قال لنا لازم تجددوا الدوافع سلام انت يا بتاع الدوافع انت لازم تجددوا الدوافع وانتوا ان شاء الله هتكسبوا اكتر من 5. ما تفكروش انك تجيبوا 5 بس، تفكروا ان تجيبوا اكتر من 5 علشان صح. لو فكرتوا في 5 بس مش هتعرفوا تجيبوا حتى واحد، لكن لو انتوا عندكم تجيبوا 6 و7 و8 ممكن تجيبوا 5 بشكل فكر. كويس، فكر في الاكتر من 5 عشان ان شاء الله ربنا يكتبها لنا ان شاء الله 5 ان شاء الله ربنا، وربنا كتبها لنا الحمد لله. وعملتوا اللي عليكم والحمد لله، اديتوا بشكل كويس، وبعد كده صعدتوا الماتش بوكا جونيورز اللي هو الصعب اللي انتوا كلكم بتقولوا عليه صعب بقى. طب ماتش يعني لو قلت لك في المجموعه، انا قلت لك اصعب ماتش قلت لي بوكا جونيورز، هل ماتش الصين ده كان ماتش صعب او اصعب ماتش في المجموعه علشان كان عليكم عيب ان انتوا تكسبوا 5، ولا ماتش باريس كان اصعب، ولا ماتش طوكيو صاحبه الارض والجمهور، ولا ماتش طبعا مياجي؟ انتوا لعبتوا 4 ماتشات في المجموعه، لو اخترت لي منهم اصعب ماتش تقول لي ايه؟ هو ككره كان اصعب ماتش طوكيو، لكن كاجمالي كان ماتش الصين عشان كان علينا ضغوط كبيره. طيب حتى فرقه طوكيو اللي هم فارقين عننا 4 اهداف بعد الماتش بتاعهم خرجوا احتفلوا، هم صعدوا هم خلاص هم مطمنين ان هم يصعدوا. احنا لما كسبنا هم مش مصدقين اصلا، يعني الفرقه سابت الماتش وروحت الاوتيل وبتاع، مش مصدقين ان احنا ممكن نعمل كده. فاحنا بالذات يعني احنا الاربعه بتوع الاهلي احنا عملنا يعني الحاجه دي كذا مره قبل كده مع النادي نفسه، يعني مره حققنا حاجه زي كده برضو. فما كانتش بالنسبه لنا يعني مفاجاه. والمنتخب كنا متحضرين جامد، يعني كابتن علاء كان محفزنا جامد جدا ان احنا نقدر نكسب 5 ونقدر نكسب اكتر من كده. احنا جبنا 5 تجوان ومضيعين زيهم. يوسف نفس طوكيو برضو وماتش الصين هما الاثنين كانوا اصعب ماتشين في المجموعه عشان طوكيو صاحبه الارض، ولا انت بالنسبه لك طوكيو كان ماتش المفروض لينا، الماتش كان سهل لان احنا لعبنا فيه كوره. ايه بقى اللي ضيعه؟ اللي ضيعه ان ايه اللي ما خلاكش تكسبه؟ عدم توفيق. عدم التوفيق كان كبير. احنا رحنا في الشوط الاول 3-4 فرص، يعني الشوط الاول كان ممكن يخلص 2-0 3-0، لكن ما كانش فيه توفيق بطريقه رهيبه. فيعني هو ده اللي كان فرق. وماتش الصين كان داخلين، هو ماتش كان كويس، يعني هي فرقه كانت كويسه برده ماتش الصين، وكان علينا عيب ان احنا لازم نكسب 5 عشان نصعد اول، وما ينفعش نصعد تاني عشان ننفذ على المراكز الاربعه الاوائل. صح، فكنا لازم نكسب. هو اصعب ماتشين هو كان ماتش الصين وماتش طوكيو. طيب عفيف يقول لي يعني انت بتلعب بلاي ميكر، مين اكتر لعيب كان صعب وكان تعبك وكل ما الكوره تجي لك تلاقيه نطط عليك وعايز ياخد منك الكوره بقى تاكلينجز يديك في الفرق اللي ضد يعني؟ في الفرق اللي ضدك مين اكتر واحد تعبك وكان المركز؟ يعني انت تلعب بلاي ميكر، فكان في واحد في نص الملعب اكيد، او في واحد من خط الدفاع دايما كان ايه
يعني كل ما يجيلك كره يروح يضغط عليك الديفندر والمدافع اللي وراه. مين بقى من فرق المنتخبات الخمسه اللي انت لعبتها كان بالنسبه لك هو ده اصعب لعيب لعبت ضده؟ ممكن ماتش طوكيو، انا ما اعرفش اسامي طبعا. اكيد طبعا ما تعرفش اسامي طبعا، لكن ماتش طوكيو ده اكتر واحد تعبك هو من فريق طوكيو. ليه بقى؟ لان كان دايما ايه المميز فيه؟ لا هو دايما لما كنت بستلم الكوره كان دايما بيضغط عليا، يعني انا كنت يعتبر ممسوك، فدايما كنت بحاول اتحرك عشان افضي لنفسي مساحه. فعشان كده يلعبوا لي بقى وابتدي نهاجم. طيب انت شايف ان انت يعني الجون اللي انت جبته ده في ماتش الصين ازاي فكرت فيه يا يوسف؟ يعني برضه انا قاعد دلوقتي انت عندك 14 سنه، ف يعني وانا بتفرج على الجون انت مش شطهاش، انت عملتها تشيب من فوق الجون. ما قبل يعني في الماتش كنت دايما بلاحظ ان الحارس بيطلع كتير. ايوه عشان خاطر نتكلم، عشان خاطر نوضح للناس اللي بتتفرج علينا ان انتوا مش لعيبه يعني صغيره في السن، لكن انتوا عندكم فكر كبير جدا. دلوقتي انت بتتابع ان في الماتش ان الحارس بيتقدم على طول، فانت قلت لازم اديله واحده عشان الحرم يطلع. صح كده؟ وجت جول. طب جربتها قبل كده في الماتش ولا هي دي اول مره جربها؟ لا جربتها في الاهلي قبل كده، بس مش فاكر الماتش ايه، بس تقريبا شوت كذا. طب احكي لي كده بقى، فكرت في الكوره كانت معاك دلوقتي اهي، هي انت مشيت. هي بدات الهجمه من ورا، كانت فاول تقريبا، وبعدين وصلت لمصطفى، مصطفى الكباكه، كباكه اللي زعلوه على فالي، قمت انا تقريبا هوشت اللعيب بص الجون اهو، تعالى نرجع تاني اهو. انت دلوقتي واحد جاي يضغط عليك، رحت انت واخده على ايه، على يمينك وعديت منه خلاص. بعدين انت شطها، بس ما شطهاش بالقوه اللي هي مش شيب باس، يعني يا دوبك من فوق الجون بالظبط. يعني انت دي مش اول مره تعملها من الاخر يعني. يعني انت مميز فيها. حتى بعد الماتش تقريبا فارس قال لي ان انا عملتها قبل كده كذا ماتش. بس انت عجبني ان انت قلت لي ان انا لاحظت ان الحارس بيتقدم. فعشان بيتقدم فلازم اشوف الكلام ده او ازاي ان انا اقدر اتفوق عليه. طيب قول لي يا احمد بقى، مين اكتر لعيب تعبك؟ كان في منتخب ايه وقدرت انت تتفوق عليه وكان فعلا يعني لغه الكوره رخم كده في الملعب؟ يا الفرقه كلها كانت كويسه، وكانت الفرقه اللي ضدك مش فرقه مصر. ايوه الفرقه اللي كانت علينا كانت فرقه كويسه، بس اللي كان يعني كان رخم ايوه بمعنى الكوره كان بتاع بوكا جونيور. بوكا جونيورز. طب لو كنت لعبتوا بالمارس كنت عملتوا ايه؟ مش انتوا تقريبا بالمارس اجسامهم طويله واجسامهم قويه؟ فرقه كويسه فرقه جامده، هي اخذت البطوله. فرقه جامده، هي اجسام ولاعيبه برازيليين، لعيبه كوره واجسام وسرعه وكل حاجه موجوده فيها. مش انت قلت لي لعيب مصر احسن من ايوه طبعا، بس هم عشان اجسام. يعني اجسامهم فارقه معاهم برضو، وفيهم لعيبه مميزه، بس ايه يعني احنا فينا برضو لعيبه مميزه اكتر منهم. بتحلموا ان انتوا تحترفوا بره مصر كلكم ان شاء الله بعد النادي الاهلي وبعد ما تتالقوا جوه النادي الاهلي، ولا حد عنده نفسك تروح فين؟ نفسك تكون بتلعب فين؟ دوري انجليزي. فريق ايه؟ لازم اسالك فريق ايه؟ حلمك انت بتحلم. بس ممكن مان سيتي. وانت؟ برشلونه الدوري الاسباني، عشان تروح تخلص على ميسي قدام مارادونا فهخلص عليك. طيب وانت فارس ايه؟ قول لي. برشلونه برضه. طب يوسف نفسك تلعب فين؟ ريال. طب ليه ثلاثة دوري اسباني واحد دوري انجليزي؟ ما بتحبش الدوري الاسباني؟ لا اكيد بحبه، بس انا بحب طريقه لعب الدوري الانجليزي لانه احسن دوري في العالم يعتبر، يعني كل الفرق تقريبا قوية. هو اقوى دوري في العالم، اقوى دوري في العالم، لكن هو كمان محتل يعني اوروبا محتلين ده حتى نهائي الشامبيونز ليج اليوروبا والشامبيونز. يعني طب رايك في محمد صلاح يوسف؟ هو يعني انسان طموح بطريقه غير طبيعيه، يعني طبعا هو فخر لينا كلنا، كلنا لازم نتعلم منه كل حاجه هو بيعملها. وطبعا يعني اكيد بندعي له عشان ربنا يوفقه، عشان ان شاء الله لما نكبر يدعوا لنا. احمد ايه اكتر حاجه بتحبها في محمد صلاح؟ في الملعب صبر. في كوره بره الكوره؟ لا جوه الكوره في الملعب. انا بقول بره الكوره. طب قول لي بره الكوره. صبره وايمانه بالله وحبه الشديد وقربه من ربنا. وجوه الملعب سرعته وسريع وبيشتغل على نفسه بيطور من نفسه. طيب قول لي فارس، ليفربول وفي النهائي مع توتنهام هتشجع مين؟ ليفربول طبعا. طبعا شايف ان ليفربول يقدر يستحق ان هو ياخد البطوله ان شاء الله؟ طيب قول لي يوسف، الدوري الانجليزي اللي ضاع من ليفربول ده زعلان ولا كنت بتشجع مان سيتي او بتشجع اليونايتد او بتشجع اي فريق تاني؟ قول لي بامانه، بتشجع مين في الدوري الانجليزي لما الدوري الانجليزي راح لمانشستر سيتي؟ كنت زعلان ولا كنت عادي؟ لا كنت زعلان عشان ليفربول طبعا. انت عايز ليفربول ياخد البطوله؟ صح، بس مانشستر سيتي هي احسن فرقه كوره بتلعب في الدوري الانجليزي. بتحب جوارديولا انت؟ لا هو مدرب كوره عظيم يعني. على طول اي حد تحطه مكان اي حد تلاقي هو شغالين عادي. لكن ليفربول لو شلت حد هيتاثر بشكل كبير. هو بقى
ممكن. اتمنى لكم التوفيق كلكم، انتوا لعيبه يعني حاجه مشرفه، واتكلمتوا عاجبني جدا ان انتوا اتكلمتوا على علاقتكم بربنا دي اول حاجه، واتكلمتوا على الدراسه في حياتكم انها شيء مهم جدا، واتكلمتوا وعندكم بسم الله ما شاء الله ثقافه، وتعرفوا تتعاملوا مع اللي قدامكم ان شاء الله. يعني انتوا يتهيأ لكم كل العوامل اللي انتوا تستحقوها علشان تكونوا موجودين في النادي الاهلي الفريق الاول، وبعد كده ربنا يكرمكم تكونوا موجودين في اوروبا في الفرقه اللي انتوا بتتمنوها. لكن طبعا زي ما قلت انا بقى نصيحه اخيره، اشتغلوا على نفسكم، اهتموا بدراستكم كويس جدا، اهتموا باكلكم وشربكم، ودايما علاقتكم بربنا وابهاتكم وامهاتكم لازم تكون كويسه، واعرفوا ان هم بيعملوا كل حاجه بيقدروا عليها علشان يخليكم احسن ناس. فيعني مش هوصيكم، وان شاء الله هتكونوا معايا مره تانية وانتم موجودين مع منتخب مصر الشباب ومحققين بطوله افريقيه ان شاء الله. ان شاء الله. عفيف بشكرك شكرا جزيلا عفيف، وان شاء الله تكون موجود معايا تاني ان شاء الله. احمد ان شاء الله تكون موجود معايا تاني ان شاء الله. فارس نورتني. يوسف ان شاء الله نكون مع حضرتك ان شاء الله يا حبيبي. طيب كنا مع حضراتكم ومع نجوم منتخب القاهره ونجوم النادي الاهلي مواليد 2005 تحت 14 سنه، وحصولهم على المركز الثالث والميداليه البرونزيه في بطوله طوكيو 2019. وصلنا معانا لنهايه الفقره، هنروح للفقره الاخيره. واحد من نجوم النادي الاهلي ومن الكباتن التاريخيه النادي الاهلي كابتن اسامه عربي، ولكن بعد الفاصل خليك معانا.